وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. بعد التحية أستاذ جميل، اليوم تابعنا حفل تنصيب وفعاليات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة وجديدة مدتها 6 سنوات، وجاء في كلمته العديد من النقاط، كيف تابعت هذه الكلمة؟ طبعا هي كلمة مهمة جدا، النهاردة يوم مهم جدا أيضا بالنسبة للدولة المصرية وبالنسبة للشعب المصري وبالنسبة لتطلعات المواطن المصري خلال المرحلة المقبلة، دخولنا الجمهورية الجديدة. والنهاردة كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت على العديد من النقاط الهامة جدا. أهم نقطة فيهم هو الرئيس دايما يعيد الفضل إلى أصحابه، يعني هنجد أن الرئيس بيوجه التحية للشعب المصري اللي هو صاحب القرار اللي كان نزل في الانتخابات الرئاسية، وكان أكبر عدد من المشاركين المصريين في انتخابات رئاسية، والشعب أعطى صوته للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء ولاستكمال مسيرة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية. فدايما الرئيس يعيد الحق إلى أصحابه اللي هو الشعب المصري، ودي كانت نقطة مهمة جدا. الرئيس كمان يعني جدد العهد على استكمال بناء الدولة، يعني استكمال بناء الدولة خلال المرحلة 10 سنوات الماضية. احنا شفنا كم التطوير والتحديث والبناء الدولة المصرية من كانت في عام 2013 وبعد ما حدث فيها من عمليات محاولات دخول تنظيمات وجماعات إرهابية وانهيار للبنية التحتية داخل الدولة، وانهيار كان في انهيار اقتصادي، مفيش احتياطي نقدي واختلاف الدولة. من عام 2014 كان في استراتيجية واضحة وصريحة لإعادة بناء الدولة، استراتيجية شاملة في كل مناحي الحياة داخل الدولة المصرية للدخول إلى الجمهورية الجديدة اللي احنا في المرحلة دي بداية للجمهورية الجديدة، لأن كان في بنية أساسية تم وضعها بشكل كبير جدا داخل الدولة المصرية. الاهتمام على كافة المستويات وخاصة بالمواطن المصري ومحاولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري خلال المرحلة الماضية. احنا شفنا خلال السنوات القليلة الماضية حالة الأزمات الاقتصادية اللي مرت بدول العالم ككل، و من بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم بعد ذلك حرب غزة، وكان المواطن المصري طبعا بطل كبير ان هو قدر يتحمل مع الدولة المصرية مع الحكومة عمليات العبور من هذه الأزمة بشكل كبير. فطبعا الرئيس بيجدد العهد من استكمال بناء الدولة، العمل على رفع المعاناة عن المواطن المصري. وطبعا الرئيس أكد أيضا على نقطة مهمة جدا، أن تماسك الشعب والوحدة الوطنية داخل الدولة المصرية هي دايما تبقى طريق لعبور الأزمات اللي بتواجه الدولة المصرية. يعني زي ما قلت لحضرتك كان في أزمة اقتصادية والعديد من الأزمات احنا شفناها. وللحديث عن الأزمة الاقتصادية والأزمات العالمية التي تحف من جميع الجهات بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تحدث في كلماته أنه سيسعى لاستكمال الحوار الوطني وتبني استراتيجيات تعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري. برأيك كيف يمكن أن نستمر في مواجهة هذه الأزمات في ظل ما يحدث الآن، وأيضا في ظل ما رأيناه من مرونة وصلابة للاقتصاد المصري لمواجهة هذه التحديات؟ هو احنا يعني طبعا الحوار الوطني واستكمال الحوار الوطني الرئيس دايما بيأكد عليه، بيأكد على دايما على العمل بشكل كبير على تنفيذ كل او اغلب المخرجات اللي ستصدر من الحوار الوطني والصالحه للتنفيذ في الوقت الحالي. طبعا المواجهه طبعا كان في الازمه الاقتصاديه العالميه واللي اثرت بشكل كبير طبعا على الاقتصاديات العالم وبالتبعيه الاقتصاد المصري، ولكن الاقتصاد المصري قدر ان هو يثبت خلال المرحله الماضيه، قدر ان هو يواجه رغم الصعوبات الشديدة جدا، قدر ان هو يواجه هذه التحديات وقدر ان هو في النهاية انه يثبت ويتغلب على هذه الأزمة. ده بفضل طبعا الإجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها، وأيضا بفضل
الشعب المصري اللي قدر ان هو يتجاوز هذه الازمه وان يكون عنده الوعي بالقدر الكافي لاستيعاب هذه الازمه العالميه والتعامل معها ايضا بشكل كبير. فطبعا تم تصحيح الاوضاع بالنسبه للازمات الاقتصاديه اللي تمت خلال الفتره الماضيه، لكن في الوقت المرحلة المقبلة طبعا في العديد من الخطط والعديد من البرامج اللي هي من أجل العمل على تحسين الاقتصاد المصري لمواجهة كل التحديات والأزمات اللي ممكن تواجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة. ويمكن هذا ما تحدث عليه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته خلال فعاليات التنصيب، أنه سيتم التركيز على قطاعات مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات من أجل الإعلاء من الاقتصاد المصري في الفترة القادمة أيضا. أهمية هذه النقطة تحديدا. هو بالطبع خلال طبعا المرحلة الماضية تم وضع البنية الأساسية و للدولة المصرية، يعني مثلا في مجال الزراعة تم البدء في تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية زي ما احنا شفنا مشروع المليون ونصف فدان. نعم. مليون ونصف فدان، الدلتا الجديدة، كل دي المشروعات الصوب الزراعية، الاهتمام ايضا بالمناطق في العديد من الاماكن في وادي الشيح، في اكثر من مكان في على مستوى الجمهورية بشكل كبير جدا، طبعا ده لتحقيق الذاتي للدولة المصرية وتصدير الخارج بما يعود النفع على الاقتصاد المصري وبيعود النفع أيضا على المواطن المصري، أنه يبقى جميع المنتجات متواجدة دون أي أزمات ممكنة ممكن هي تواجه السوق المصري. طبعا الاعتماد في المرحلة المقبلة على الزراعة، الاعتماد طبعا في المرحلة المقبلة على تكنولوجيا المعلومات، لأن العالم في الوقت الحالي بيتطور بشكل كبير جدا، وكيفية مواجهة أو كيفية أن احنا نواكب التطور والتطوير والتحديث في التكنولوجيا على مستوى العالم بيتطلب من الدولة المصرية أنها يكون اهتمامها بشكل كبير في على مستوى تكنولوجيا المعلومات والعمل على تطوير داخل الدولة. وهو ده اللي كان فيه زي ما قلت لحضرتك ان في بنية اساسية تم وضعها بشكل كبير على كافة المستويات. المرحلة المقبلة هو البدء الفعلي بالعمل في هذه المراحل من اجل تحقيق او جني ثمار المراحل الماضية. نعم. في هذه المشروعات إن شاء الله. أستاذ جميل، في السنوات العشر الماضية رأينا الانتهاء من مشروعات قومية كبرى وسرعة الانتهاء أيضا من هذه المشروعات وفي فترة زمنية قصيرة، برأيك ما الذي تعكسه سرعة الانتهاء وإنجاز هذه المشروعات على سير العمل داخل الدولة المصرية، وأيضا إلى أي مدى ساهمت هذه المشروعات والانتهاء منها في دعم ركائز الدولة المصرية؟ هو يعني ما حدث خلال العشر سنوات الماضية ده يعتبر إعجاز وليس إنجاز بشكل كبير. هو الإعجاز ليه؟ لأن كان في زي ما قلت لحضرتك في البداية إن في دولة كانت للأسف شديد دولة على شبه دولة زي ما وصفها الرئيس من قبل، يعني كان في حالة انهيار كاملة في الدولة، فكانت الاستراتيجية الواضحة لإعادة بناء الدولة المصرية إن هي على كل المستويات، يعني مش على قطاع فقط والقطاع الثاني يتم تأجيله، لا هو كان العمل على في كل قطاعات الدولة بشكل كبير. نعم. على المستوى الصحي، على مستوى التعليم، على مستوى الأمن الداخلي والخارجي أيضا. الأمن ده يعني الدولة كانت بتواجه تحديات أمنية شديدة جدا، وخاصة التنظيمات. نعم. والجماعات الإرهابية اللي قدرت إن هي تتغلغل داخل الدولة المصرية، وقدرت القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية بعد ملحمة كبيرة بمواجهة هذه التنظيمات والقضاء على التنظيمات الإرهابية، بجانب أن كان الحدود بتاعتنا كلها ملتهبة وفيها أزمات، لكن قدرت الدولة أنها تسيطر على هذه ده طبعا بناء على الاستراتيجية العسكرية الواضحة اللي تم وضعها أيضا لعملية التطوير والتحديث اللي تمت بشكل كبير داخل القوات المسلحة، العمل على تنوع مصادر السلاح، العمل على التدريب لأفراد القوات المسلحة، تطوير الدراسة بالأكاديميات العسكرية، نقل التكنولوجيا وتوطينها
في مجال التصنيع العسكري، الاتجاه الى القواعد العسكريه، كل ده قدر ان هو يبقى عندنا قوه الردع القادره على حمايه المصالح الحيويه المصريه. استاذ جميل، على ذكر كل هذه الانجازات وكل هذا الاهتمام الكبير الذي اولته دوله في كافه القطاعات الصحيه والتعليم والامن الداخلي والخارجي وايضا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، تاثير هذا او هذه كل هذه الانجازات على شكل الحياه داخل وخارج مصر؟ الحياة داخل مصر طبعا تم في الوقت الحالي طبعا تم التطوير، الاهتمام الدولة في نقطة مهمة جدا، الاهتمام الدولة بالمواطن، كل ما حدث سبق هو بيعود بالنفع على المواطن المصري، يعني كل المشروعات القومية اللي تم تنفيذها دي تم تنفيذها بأيادي مصرية، كل إذا في توفير فرص عمل للمواطن المصري، أكثر من 5 مليون مواطن مصري تم تنفيذ هذه المشروعات بأيديهم، إذا في فرص عمل تم خلقها. طبعا اهم من ذلك كله انه بيعود بالنفع على يعني في كل محافظه بيتم استغلال او اللي بيعمل المشروعات دي اللي هم ابناء هذه المحافظه. على الجانب الاخر الدوله قدرت ان هي تقضي على العشوائيات ويتم تنفيذ مدن حديثه ونقل المواطنين الى مناطق امنه، تشكيل الوعي للمواطن المصري بعد تنفيذ هذه العملية من نقلهم من مناطق عشوائية إلى مناطق آمنة، كل ده أثر بشكل كبير على حياة المواطن المصري. مبادرة حياة كريمة اللي قدرت إن هي تنزل الريف المصري، المبادرة الأكبر والأعظم في تاريخ الدولة المصرية، قدرت إن هي ترفع المعاناة عن كاهل 60 مليون مواطن مصري كانوا مهمشين لفترات وسنوات طويلة، إذا عاد بالنفع عليهم من خلال الصحة أو توفير الخدمات اللي بتقدمها حياة كريمة، من صحة، من إنشاء مدارس، من تنفيذ بنية تحتية، كل ده عاد بالنفع على المواطن المصري. كل المشروعات اللي تمت خلال العشر سنوات الماضية عادت بالنفع على المواطن المصري بطريقة مباشرة وبطريقة أيضا غير مباشرة. العمل على التطوير وتحديث العمل والنظام في الحكومي أو من خلال طبعا منظومة الميكنة اللي تم تنفيذها داخل الدولة المصرية، كل ده بيقلل أيضا من المعاناة اللي كان بيعانيها المواطن المصري، بيقلل كمان من الهجرة الداخلية اللي كانت بتنفذ، يعني كل ما حدث كان بيقلل الهجرة الداخلية إلى العاصمة أو إلى المحافظات الكبرى. كل ما تم داخل الدولة المصرية العشر سنوات الماضية تم كان الهدف منه المواطن المصري ورفع المعاناة عن المواطن المصري وتحقيق أكبر قدر ممكن للاستقرار النفسي للمواطن خلال الفترة الماضية، رغم في ظل طبعا الصعوبات العالمية والأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات اللي كانت بتواجه الدولة المصرية خلال السنوات الماضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أيضا خلال كلمته اليوم عن استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري البسيط. أهمية هذا المشروع أو هذا أو هذه المبادرة من وجهة نظرك من أجل توعية التوعية الصحية ورفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري؟ هو طبعا مبادرة التأمين الصحي أو العمل على التأمين الصحي للمواطنين ده بتأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطن. احنا شفنا خلال السنوات الماضية أيضا كان في اهتمام من الدولة بصحة المواطن المصري، وكان في العديد من المبادرات تم تنفيذها، يعني شفنا 100 مليون صحة والقوافل اللي كانت بتنزل للمحافظات والكشف المبكر عن الأمراض العديدة. الأهم من ذلك كله اللي هو القضاء على فيروس سي، كانت مصر من أوائل دول العالم اللي كان فيها إصابات بفيروس سي، ولكن قدرت الدولة أن هي تواجه هذا المرض الخطير وقدرت أن هي تحقق نتائج إيجابية، وأصبحت مصر دلوقتي خالية من فيروس سي، وقدرت أن هي توصل أيضا وتنقل تجربتها للعديد من دول العالم في هذا الإطار. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك.